الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. يطيب لي أن أعبر في هذه الكلمة الوجيزة عن مشاعر الود والشكر والامتنان وعن بالغ التقدير، موجها تحياتي وشكري إلى الحضور الكريم وعلى رأسه السيد الكاتب العام الذي تعذر على السيد والي الحضور والسادة السفراء والسفيرات وممثلة الأمم المتحدة وكذلك الحضور الكريم والفنانين والمبدعين والمثقفين والشخصيات التي أبت إلا أن تشارك في فعاليات مهرجان ابن بطوطة في نسخة الثانية والتي اخترنا له شعار الرحالة سفراء السلام. ولم يكن اختيارنا هذا اعتباطيا بل جاء في انسجام تام مع المكانة التي يتبوأها المغرب على المستوى الدولي كونه من البلدان المحبة للسلام والتعايش بين الثقافات والأديان والشعوب التي شكل هذا البلد العزيز عبر تاريخه العريق ملتقى ضفة وضفة أساسية لتعاقب حضارات إنسانية أسست لمبادئ نبيلة. كما أن الاهتمام بشخصية ابن بطوطة الرحالة المغربي ابن مدينة البغاز الذي ألهم الكتاب والمثقفين ومراكز البحث برحلته المشهورة جاء كذلك وفقا واستلهاما للرؤى والتوجيهات الملكية السامية بخصوص استثمار وتدمين التراث اللامادي الذي تزخر به المملكة المغربية. وأرجع إلى خطاب صاحب الجلالة في عيد عرش سنة 2014. إذن لنجعل جميعا من هذه المحطة مناسبة للبحث والإبداع والتفاعل ولنقول للعالم خلال أيام هذا المهرجان توقفوا للحظة، إننا هنا من مدينة طنجة عروس الشمال نرفع شعار السلام والتآخي والمحبة بين كل سكان العالم، فمستقبلنا في تعايشنا وفي أمننا. كما أود كذلك بإذن جمعيتي المبطوطة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى ولاية مدينة طنجة التي آمنت بفكرة هذا المشروع منذ البداية، وأتقدم لكل الإخوان الذين دعمونا والمعلنين لولاهم لم نكن وصلنا إلى هذه النتيجة. كما إننا نتقدم بالشكر إلى جميع المتطوعين، فهذا مهرجان أساسه التطوع. كل الإخوان أتوا سواء من المغرب أو خارج المغرب فهم متطوعين، فعندنا من باكستان ومن الفلبين وإسلندا والنرويج وأمريكا، وعندنا متطوعين من كل دول العالم، ولم نستطع أن نلبي طلب المتطوعين الذين أتوا على حسابهم ودفعوا تذاكرهم حتى يشاركوا في تنظيم هذا الملتقى. ونشكر كذلك الإخوان الذين ساعدونا ودعمونا في النسخة الثانية من مهرجان ابن بطوطة من 9 نوفمبر إلى 12 منه. ولن يفوتني أن أشكر كذلك القائمين على تنظيم هذا المهرجان الدولي بمختلف مستوياتهم. وتحية مرة أخرى للمشاركين والمسرحيين، فعندنا مسرحية الإرهاب على الباب من الأردن بفرقة زعل، ومسرحية ابن بطوطة من مدينة مراكش تأليف الأستاذ عبد المجلون، وكثير من المسرحيات التي لم يسعني الوقت حتى أذكرهم هنا. مرحبا بكم وبكنا في مدينة طنجة مسقط رأس ابن بطوطة رحالة السلام، وباسمكم جميعا نعلن مدينة طنجة عاصمة التسامح، ونعلن عن افتتاح الدورة الثانية لمهرجان ابن بطوطة وعلى بركة الله.